لم يكن ليتصور الفائزون في قرعة توزيع وحدات الإسكان في مدينة الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود بالمكلا أن فرحتهم بالحصول على تلك الشقق ستستمر لوقت قصير قبل أن تتبدد أمام حقيقة أنهم لن يكونوا قادرين على استلام تلك الشقق والعيش فيها. فرغم مرور أكثر من عامين على ذلك اليوم، إلا أنه وإلى هذه اللحظة لا تزال تلك الشقق والمباني غير جاهزة للسكن نتيجة لعدم استكمال مشاريع بنيتها التحتية، فلا مياه وكهرباء ولا اتصالات ولا حتى شبكة لتصريف مياه الصرف الصحي، ناهيك عن وجود شرط أساسي يعيق حصولهم على تلك الشقق. طبعا المستفيدين من هذا المشروع معظمهم طبعا مرتباتهم ضعيفة ولا يستطيعون دفع أقساط، فهناك حقيقة شروط عليهم قاسية وهي دفع قدمة 1,200,000 ريال طبعا قبل دخولهم الشقق. لتشكل هذه العوائق والاشتراطات حاجزا يصعب تجاوزه من قبل من يفترض أنهم من أصحاب الدخل المحدود كحال العم صبري محفوظ ذي 50 عاما والذي أجبرته هذه الاشتراطات على العيش وزوجته وأطفاله الستة في منزل متهالك يتكون من غرفة واحدة. طلبوا مني 1,200,000، قلت له كان 1,200,000 معي ما بجلس في غرفة واحدة، بستأجر لي بيت وانا بجلس انا وعيالي في حالة محترمة، وهذا يعني ما نقدر نسلم 1,200,000، ما نقدر نستأجر بشيء، والراتب حقي لا يكفينا ولا يكفي عيالي. وذات الأمر بالنسبة للمواطنة رجاء والتي تقول إنها لا تعرف كيف يمكنها تدبر مثل هكذا مبلغ في الوقت الذي خسرت كل مدخراتها في سبيل علاج طفلها المعاق. يعني موظفة برضو عليها إيجارات وعليها مصاريف علاج ولد وعليها، ما أقدر إني يعني أوفق بين إني ندفع 1,200,000 ولا ندفع أقساط من جاري ولا ندفع أي شيء. ومع زيادة تدهور الأوضاع المعيشية يبقى لسان حال هؤلاء الناس أن متى يمكن للدهر أن يبتسم لنا. تبقى آمال وأحلام ملاكها من ذوي الدخل المحدود ومن الشباب بالسكن فيها مؤجلة حتى تجد السلطات المختصة حلولا لهذه المشاكل، وقبل ذلك تجد آذانا صاغية تستمع لهم ولهمومهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مشروع الصالح المكلا.